حتى يقول عمر: صرت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فلا مفر من كون الولاية هنا بمعنى السيد المالك لأموره. أيضا لو جئت لي بما أعتمد عليه لكان دليلا قويا. بالطبع أخي، فقد جاء قول عمر بسندين مختلفين تنطبق عليهما شروط التعاضد، فكل منهما يعضد الآخر ويقوي. أحدهما في تاريخ بغداد الجزء الثامن صفحة 289: أنبأنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشران، وهو ثقة صحيح السماع، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، وهو الدارقطني، حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى ابن أيوب الخلال، وهو ثقة، حدثنا علي بن سعيد الرملي فقيه الشام الثقة، حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي وهو صدوق، عن ابن شوذب وهو صدوق، عن مطر الوراق وهو صدوق في حفظه شيء، عن شهر بن حوشب وهو صدوق في حفظه شيء، عن أبي هريرة قال: من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا إسناده ضعيف بمطر الوراق وابن حوشب لشيء في حفظهما، وهو ضعف محتمل. وجاء قول عمر من طريق آخر يصلح ليكون شاهدا له يرفعه إلى مرتبة الحسن، وهو من حديث البراء بن عازب كما أخرجه أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 281: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: ثم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وكل رجاله ثقات عدا علي بن زيد فهو صدوق في حفظه شيء، فيتقوى كل من الخبرين بالآخر في خصوص المقطع الذي اتفق على نقله، وهو قول عمر: بخ بخ لك يا علي،
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. والله لا أدري ما أقول لك. لا تقل شيئا، وإنما عليك أن تدقق في كلماتي. نفعنا الله بعلمك، ما غششت أخاك قط. وهنا شاهد آخر من الصحابي أبي الطفيل عامر بن واثلة الذي عاصر يوم الغدير وكان صغيرا، فقد سمع علي بن أبي طالب ينشد الناس في الرحبة عندما رجعت له الخلافة بعد عثمان. وهذه الرواية التي ذكرها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 331. عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام 30 من الناس، وفي رواية فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له. وعلق عليه الألباني بقوله: قلت إسناده صحيح على شرط البخاري. أرأيت يا أخي ما كان أثر هذا الحديث على قلب أبي الطفيل الصحابي الصغير الذي لم يعي ما حدث يوم الغدير؟ نعم، لقد تعجب ودهش من هذا الحديث ومن شهادة الصحابة لعلي به، حتى ذهب يسأل عنه زيد بن أرقم. وعلى ما يدل هذا؟ أيدل أن من كنت مولاه يعني من كنت ناصره ومحبه؟ بالطبع لا، لأن هذا ثابت لكل المسلمين بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلا معنى لتعجب ودهشة أبي الطفيل من الحديث. كلامك صحيح يا أخي، فأبو الطفيل صحابي وقرأ القرآن ويعلم أن المؤمنين بينهم نصرة ومحبة، فحتما استغرب من المقام العظيم الذي تضمنه الحديث. أحسنت يا أخي، لذلك زيد بن أرقم قال له: ما تنكر، أنا سمعته من رسول الله، أي أن الذي تتعجب منه وهو من كنت مولاه فهذا علي مولاه قد صدر من رسول الله حقا وكلنا سمعناه. وهنا في المقام قرينة أخرى، وهي أن علي بن أبي طالب رفض بيعة الناس له إلا أن يشهدوا بحديث الغدير، وأن هذا الأمر له من الله وليس من الناس. وهل هناك قرائن أخرى على أن حديث من كنت مولاه يعني من كنت سيده المالك لأمره فعلي كذلك؟ نعم، يوجد الكثير، وسوف أقتصر على هذه. ما رأيك بشهادة من علي بن أبي طالب والأنصار؟ هذه نور على نور. هذه الرواية أخرجها أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة الجزء الثاني صفحة 707 حديث 967، والطبراني والحافظ إبراهيم بن ديزيل في وقعة صفيه. وسأقتصر على رواية ابن ديزيل لأنها
مفصلة وصحيحة السند أيضا. أخرج الحافظ الثقة إبراهيم بن ديزيل في كتاب وقعة صفين الصفحة 165-166، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وهو ثقة من رجال البخاري قال حدثنا ابن فضيل وهو ثقة محتج به في الصحيحين قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة عن رباح بن الحارث النخعي وهو ثقة قال كنت جالسا عند علي عليه السلام إذ قدم عليه قوم متلثمون فقالوا السلام عليك يا مولانا فقال لهم